اقعد اقعد. صارت احداث يعني مو طبيعيه، ارهاب كلش صار بالشوارع، صار ذبح وصارت قذائف توقع وقصف يجي عشوائي على العوائل، واللي يقولون انه عوائل دخلوا عليهم قتلوهم والنسوان قاموا يركضون بالشوارع. استاذنا لازم منا ولو زحمه عليك احنا راح نضوجك حيل. معبر بزيبز او جسر بزيبز هو المعبر الوحيد المتاح لابناء المحافظه للعبور. نحن متواصلون مع الحكومه المركزيه وقياده عمليه بغداد لفتح هذا المعبر لكي يتمكن ابناء المحافظه من الدخول الى بغداد والذهاب باتجاه المحافظات الاخرى.